طيب اكسب وفرق خيرك النهارده. احنا في سوق الرحاب وهنبتدي بيك انت على فكره، مفيش غيرك انت اللي هنبتدي بيك، وخلاص بقى مصر كلها شايفاك دلوقتي. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله والله. انت تفاصيلك كتيره واسئلتك كتيره، فاول سؤال، انت اسمك ايه؟ عبد الله محمد. عبد الله انت منين؟ الشرقيه. تشتغل ايه؟ طيار. طيار يعني ديليفري؟ اه. كم ساعه في اليوم؟ 12. معلوماتك حلوه الحمد لله. وثق. بس الراجل ده مش بيقبضنا كويس. بقى بتقبضه؟ تعالى خد خد يا باشا. اه تعالى زي شبك ماسك الفلوس. بقى بتقبض؟ ما تقبضوش ليه؟ انت ما تقبضوش ليه؟ انا بقبضه والله بجد. هو اخد فلوس النهارده؟ خصم عليا امبارح 140 جنيه. 140 جنيه ليه؟ بيقبض كل اسبوع. طب انت خصمت 140؟ تعالى بس استنى هنا. عن يوم غياب. عن يوم غياب؟ يعني انت ما بتغيبش محدش بيخصم لك؟ لا دي شركه، دي سيستم شركه. مش ما انت مقصر انت التاني برضه. والله انا بيت هنا غياب فيه. بتفرش هنا وتنام. ها طب انت ازاي ما جيتش امبارح ليه؟ مين اللي ما جاش امبارح؟ انت يا باشا. ده انا مروحهم كلهم. امال ايه اللي حصل؟ انا عارف. طيب بص، طب بص سيبك منه بس معلش، ولو سمحت يعني ال 140 جنيه ده يرجعوا لي عشان خاطر. تمام. اديهم له بقى دلوقتي. ايوه. لا دلوقتي هو هيقبض يوم 7 بعد بكره ان شاء الله. يا هتترجعهم له؟ خلاص غيابي. هو كده كده ليه بونص وهو عارفه. اه مش عايز خلاص. لو لقيت فيه بونص قفلت الموضوع. خلاص خلاص خلاص. طيب عدد الدول العربيه كم دوله؟ ها احنا كده بنهزر. لا مش بنهزر. 17. انت جبتهم من ايه؟ 27. لا هو 17 انت تزود 27. لا عدد الدول العربيه كم دوله؟ 27. في جايزه وانت مخصوب لك 140 جنيه، ساعدني عشان اساعدك. مفيش 28. هو غلط وهو غلط، ما تكبرش الغلط. ها طب انت عايزهم كام؟ قول لي. ها بص هنا عدد الدول العربيه. اخر فرصه اخصم لك انا كمان على فكره. 27 برضو. اه طب تعالى يا دبور، تعالى 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 يا دبور، تعالى يا دبور. انا املي فيك كبير. ازيك؟ الحمد لله. ده اسمك دبور؟ اه يا باشا. ده اسمي شهره. اه ليه دبور؟ دبور هو اللقب عليا من زمان، صحابي مسمينا الدبور. تمام. بس دبور يعني انا شايفك كده ان انت مسيطر الحقيقه يا باشا. كل دولات اخواتي والله مش اكتر. بجد؟ بجد. طب مين من اخواتك؟ طب مين من اخواتك مضايقك؟ مفيش اي حد، لان كلك بحبهم اخواتي. بجد؟ بجد والله. خالص؟ صح خالص. طيب هقول لك سؤال غير السؤال ده. اتفضل. وسهل وفي جايزه يا دبور اهو. ماشي. ايوه. حيوان ما بيعرفش يطلع لسانه بره بقه. يا دبور. ايوه يا دبور. انت سكت ليه؟ الدبور. الدبور. انت ساكت ليه؟ الدبور. لا يعني انت سكت، ده حزن ولا ده تفكير ولا ايه؟ تفكير. تفكير. تاني. حيوان ما بيعرفش يطلع لسانه بره بقه. يا دبور. الدبور. يا دبور انا بساعد. الدبور. الدبور ايه اللي دبور؟ حيوان. حيوان. اه حيوان ما بيعرفش يطلع لسانه بره بقه. الانفض. هو قال لك انفض ورا وهو غلطان وانا ما ركزتش. جاي انت تعيد الكلمه؟ ساعدني. لا بصراحه ما اعرف. انت شغال ديليفري برضه؟ اه. دبور احنا بنقول ممكن نقول. طب استنى يا دبور خليك هنا. حد معلوماته هنا كويسه؟ اروح فين انا في اللمه دي؟ انا مين 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 ينصفني؟ طب تعالى تعالى هجي لك تاني يا دبور، خليك مكانك. مساء الخير. ازيك؟ عامل ايه؟ انت مش مديني فرصه اتحرك. انت وقفت قفلت الطريق عليا يعني، عارف يعني انا بقول رايح هناك وانت وقفت كده. طب انا هسالك على فكره. اتفضل. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ بارك فيك. اسم الله. ابو محمود. انت منين؟ انا من سوريا. منور الدنيا كلها. انت اثبتت نفسك دلوقتي حبيبي. بص اتفضل. عدد الدول العربيه 22 واخر كلام. لا يلا 22. 22 واخر كلام. طب انت حد غششك؟ خليك صريح. لا 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 من نفسي انا. من نفسك انت؟ ما انت كنت واقف وانا بس السؤال ما قلتش ليه. طب هسألك سؤال تاني. اتفضل. خلاص ما دام انت معلوماتك كده خلاص يعني مقطع الدنيا. ايوه. عاصمة موريتانيا ايه؟ لا عاصمة موريتانيا موريتانيا. بجد والله يعني. الحيوان. طب انت ايه الحيوان؟ لا طب عرفت الحيوان ايه اللي ما بيعرفش يطلع لسانه؟ والله في كتير مش في واحد بس. لا هو ايه اللي في كتير؟ هو حيوان واحد ما بيعرفش يطلع لسانه بره بقه. مش هقول لك يا عم. لا لا ساعدني. لا انت ساكت ليه؟ ما ينفعش نقعد نسكت. ايه السمكه بس؟ ايه اللي السمكه بس؟ السمكه حيوان. في ايه؟ طب اديني سكه اعدي. طيب ولا مش هخدي انا؟
انا مش معدي النهارده. التمساح ملوش لسان خالص من الاساس. مين 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 قال التمساح؟ ايه انت قلت التمساح؟ انت قلت التمساح لسان. هو ما بيطلعش ما بيطلعش لسانه. هو ملوش لسان. انت غلط على فكره بقى. هو التمساح. انت غلط. لا هو التمساح. لا هو التمساح. شفت بقى اهو. طيب انت مستني. طب تعالى استنى عشان هو جاوب اجابه صح. انت عندك سؤال تاني هرجع اساله لك خلاص. بس انا كنت رايح للراجل ده وانت وقفت في طريق على فكره. فانت حسابك هنا معروف. انا كنت جاي لك على فكره. تعال ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. التمساح خلاص. بس انت ايه اخدت وقتك وبصيت في الموبايل؟ لا بصيت في الموبايل. خلينا نتكلم بصراحه كده ايه عشان نكون هسال سؤال تاني ناكد. خلاص. حيوان لما بيزعل بيعيط. حيوان لما بيزعل بيعيط. بيعيط بيبكي. جمل. الجمل. ولا الجمل. لا الجمل لما بيبكي. ولا الجمل ولا الحصان ولا الجمل. ها لما بيزعل بيعيط. بيعيط بيبكي. مصطفى صاحبي لما بيزعل بيبكي. انا كنت جاي لمصطفى في البدايه. تعالى يا مصطفى عشان تعالى. لا مش التمساح بيعيط لما بياكل على فكره. انا ليه التلفزيون؟ ايه ده موبايل تليفون؟ صدقت الموضوع. تعالى ما انت لو طلعنا التلفزيون مش هيبقى فيه تلفزيون. تعالى انا اجي لك ازاي؟ تعالى. لا خليك بيها والله حلو. عامل ايه يا مصطفى؟ تمام يا باشا الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. انت منين؟ انا من محافظه المنوفيه. يا سلام. منين من المنوفيه؟ من مركز البابور. منور الدنيا كلها. مين تاني من المنوفيه هنا؟ انا. كل منوفي هنا؟ تمام. حيوان لما بيزعل بيعيط. معرفش انا. سهله والله. سهله. لا سهله سهله بقى عشان احنا عايزين ناخد بقى ايه الخطوه الثانيه. احنا وقفنا كتير كده. التمساح ما خدتش جايزته. مين؟ انا قلت التمساح. بس استنى. القط لما بيزعل بيعيط. اسمك ايه؟ حسن. لا يا حسن بالصح. بالصح يا حسن بقى. ها طب ما تجاوب انت واحنا نجايزه. مفيش مشكله هنديك جايزه. الجايزه هديك جايزه ايه؟ انا جايزه هنا فلوس. ايه ده دي؟ ممكن يكون الفيل اهو. الفيل. تعال اهو. شفت شفت اللي بيجاوب صح بيحصل ايه؟ شفت اهو. اسمك ايه؟ اسلام. عامل ايه؟ تمام. جبتها منين بقى الفيل يا اسلام؟ وانت قاعد تايه من الصبح. ما قعدت افكر. لا والله انت بقالك حبه تايه. ده الحصان يا الفيل. لا بجد؟ اه والله. طيب بص المهم انا هاخد الجايزه ولا استنى بس. استنى بس هسالك سؤال تاني زي ما انا جاوبت التمساح. لا 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 هو الجايزه هتروح هنا عشان الجايزه. لا استنى بقى ما انت ما تهجمش على الجايزه كده. خلاص امسك نفسك كده اهو. طيب هو البرنامج اسمه اكسب وفرح غيرك. تمام. فالجايزه انت تفرح بيها مين؟ افرح بقى مين؟ حد من الحبايب. مين؟ اخويا ده. هو احمد انت مش باين منك حاجه على فكره. انت مقفل كل حاجه. انا عايز اكتب لك الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. انتوا كلكم طيارين صح؟ كله دريفل. هتفرح بيه احمد؟ اه. طب معلش ممكن اسال اشمعنى احمد تفرحه؟ ما في دبور ورا. اقرب واحد ليا اخويا. اقرب واحد لي. بس على فكره ايوه بيفرح بقى احمد عشان احمد هينام جنبه في الفرقه. لا 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 خلاص ماشي. الموضوع ده مش ما يخصناش على فكره. الموضوع ده مش عايز اعرفه على فكره. ها يعني انت هتفرح بيه احمد؟ اكيد طبعا. خلاص. اه خلاص. احضنوا بقى احمد كده. اتفضل هديه منك. وكل سنه وانت طيب. اهو شفت صاحب الجدع رزق صح؟ لا ده اخويا صح؟ والله لا مشاعر بقى يعني ايه؟ اخويا واقف جنبك في الموضوع صح؟ طب احنا لسه في جايزه ثانيه على